أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم وفقنا وجميع العاملين بالعلم والعمل الصالحين. وبعد، الكلام فعلا في بداية الفصل الأول من كتاب الإسلام وإشكاليات الحداثة، والحديث الأول فيه حول نشأة مصطلح الحداثة وتعريفه. ومن المعلوم جدا أن مسألة الحداثة ليست من المباحث التي تذكر في المباحث الأصولية أو المباحث الفقهية ولا المباحث الحوزوية، ولكنه من الدروس التي تعد دروسا حديثة، يعني طارئة أو يعني مكملة لبعض الجوانب الفكرية التي ربما يرى البعض أن لها أهمية خاصة بسبب خطورة بعض ما تطرحه تلك المدارس من أفكار ترتبط ببعض الجوانب الفكرية في الشريعة. ومن يعني الجدير ذكره أن قضية الحداثة كمصطلح أو كنشأة وكمصطلح ربما تحتاج إلى دراسة استقرائية أو طريقة استقرائية للبحث حول هذه القضية، باعتبار أنه ليست هناك مدرسة يمكن الرجوع إليها أو شخص يمكن الرجوع إليه باعتباره مرجعا خاصا في هذا الإطار، بل كما يقال كل يدعي الوصل بهذه الفكرة أو كل يدعي بأنه الريادة في هذه الفكرة. وكعنوان اصطلاحي لمعنى الحداثة، ربما يقال بأن معنى الحداثة بسبب هذه الريادات المتعددة أو بسبب هذه التفسيرات المتعددة والمعاني المختلفة، ربما البعض ينظر للحداثة بنظرة تختلف عن نظرة البعض الآخر، فلذلك تجد الحداثة عند زيد عند غير الحداثة مثلا عند عام. ولذلك يمكن أن تؤسس فكرة الحداثة على أساس تلك المعاني المختلفة. وطبعا من المعلوم جدا أن المعاني إذا اختلفت فمن الصعب جدا أن تؤسس الأفكار على معاني مختلفة، باعتبار أن كل معنى من المعاني له آثاره الخاصة وله نتائجه وله معطياته، وإذا كان المعنى واحدا فإن نتائجه تكون متحدة باعتبار التنخية بين الطرفين. وأما إذا قلنا بأنه هذا المعنى مختلف، فطبعا ليس الأمر من السهولة بمكان أنه يحصل الإنسان على نتائج موحدة، باعتبار أن الاختلاف يؤدي الاختلاف حتى في الآثار وفي النتائج. الكاتب في بداية يعني الكاتب الذي هو السيد المؤسس في بداية كلامه أراد أن يشير إلى يعني بطريقة غير مباشرة إلى أن هؤلاء الذين يتبنون هذه الأفكار، أفكار الحداثة، بعضهم يرجعها إلى جهة والبعض الآخر يرجعها إلى جهة أخرى. طبعا الجهة المقصود منها الزمن، لأنه البعض قد يرجعها إلى زمن فيما يرجعها البعض الآخر إلى زمن آخر مختلف. هذه الإرجاعات المختلفة ربما يكون سببها سبب موضوعي، باعتبار أننا عندما نتحدث عن الحداثة وننظر إليها على أنها فكرة حديثة وردت وتكونت وتحققت في الخارج وأصبحت لها صيرورة خاصة، مكان خاص، شكل خاص، نظرية أو ما شابه ذلك قد يعبر عنها. هذه باعتبارها أمرا حادثا، الأمور الحوادث أو الأمور الجديدة من الصعب جدا أن يقال بأن كل ما هو جديد قد التفت إليه من أول أوان وجوده، يعني من أول ما ظهر إلى العلن أو أول ما ظهر في الساحة، أول ما بدأ في الظهور قد التفت إليه. فهذا الغياب اللي هو إرجاعه إلى زمن محدد هذا سببه سبب موضوعي. لماذا؟ لأنه نحن في كثير من الأحيان قد نغفل عن بداية بعض الأمور، ثم بعد ذلك تصبح كينونة خاصة، وجودا خاصا. هذا الوجود الخاص يمكن لنا ماذا؟ يمكن لنا أن نختلف في إرجاعه. نقص سيقول بعضنا بأنه يرجع إلى مثلا زمن الكبائي، والبعض الآخر قد يرجع إلى زمن آخر. هذا سببه سبب موضوعي، لا سببه أن هناك رغبة في مثلا في إرجاعه إلى زمن خاص أو ما شابه، قد يكون هناك مثل هذا الأمر. ولكن السبب الذي يمكن أن نؤكد عليه هو السبب الموضوعي،
باعتبار أن السبب الموضوعي هو عدم الالتفات إلى ظهور مثل هذه الأفكار. ولذلك شواهد قد يقال مثلا الآن قد يقال مثلا قد يكون شاهد أدبي، البعض مثلا قد يدعي ريادة مثلا الشعر الحر مثلا، أو مثلا يعبر الشعر هذا الشعر يعني الذي يخلو من التفعيل العادية اللي هي التفعيل يعني التفعيل العادية بالشعر القديم، هذه ريادته يعني بداية من كتب في هذا الشعر بالرغم من وجود الآثار في الخارج، مع ذلك وقع الكلام. من الذي كان رائدا في هذا المجال بالرغم من وجود آثار في هذا المجال؟ مع ذلك تارة يقال بأنه فلان من بدأ هذا الآن، وأخرى يقال مثلا بأن غيره مثلا أو فلانة مثلا من بدأتها وهكذا. فإذا هذه القضايا في بدايات ظهورها يمكن أن يحصل فيها مثل هذا الأمر، نعم نقول، وسببه سبب موضوعي. السبب الموضوعي أن الإنسان أن هذه الأمور عندما توجد في أول أوان وجودها توجد يعني كما يقال على استحياء، توجد مثلا على وجل، توجد مثلا على خفية أو ما شابه، خصوصا أن الإنسان عادة عندما يأتي بشيء جديد يأتي وهو ماذا؟ وهو بروح منكسرة، لا يأتي مثلا شرسا مثلا يعني مستعرضا عضلاته مثلا ويذكر هذا الأمر. فلذلك ربما في ذلك الزمن الذي يبدأ فيه البذرة الأولى لمثل هذا الفعل أو لمثل هذا الفكر قد عندما يسأل عنه قد لا يتبناه. نعم عند إذا حصل وأصبح الفكر قائما وأصبح مثلا ثابتا في الخارج قد يقول أنا أول من فعل ذلك. نعم قد يأتي شخص آخر يقول أنا سبقتك وهكذا. فإذا السبب في إرجاعه ليس سببا، ليس أمرا يعني ليس أمرا مستحيلا ولا أمرا غير طبيعي، بل ليس هناك غرابة في أن يكون هناك إرجاع إلى زمن وإرجاع عند غيره إلى زمن آخر. لماذا؟ لأن الالتفات إلى ظهور هذه الأمور باعتبارها أمورا حادثة هي ماذا؟ هي حالة تغيب عن كثير منا، بل ربما هي غائبة في الأصل. نعم قد يلتفت البعض ممن له شأن لمن له اهتمام لمثل هذه القضية، ويمكن أن يلتفت غيره، فيكون الالتفات الزمن ليس مأخوذا في قضية الالتفات كما هو معلوم. ولذلك عندما بدأ الكاتب السيد المؤسس في هذا البحث أشار إلى هذه القضية، البعض قد أرجعها إلى كذا ويشير إلى ماذا؟ إلى الزمن، لأنه البعض يرجعها إلى هذا القرن، البعض يرجعها إلى القرن الآخر. نحن نقول له هذا أمر طبيعي. لماذا؟ لمثل هذا الاختلاف في الإرجاع سببا موضوعيا. السبب الموضوعي هو عدم الالتفات الإنسان إلى ظهور الأمور الحادثة في أول أوانها، خصوصا وأنها قد تكتنف بجوانب من الخيفة والوجل والاستحياء وغير ذلك، يعني وغير ذلك من الأمور. ومن هنا يمكن لنا أن نقول أن مثل هذه القضية إذا تعدينا مثل هذا الأمر وأردنا أن نتحدث عنها باعتبارها حالة حاصلة، لا أنها باعتبارها حصلت في زمن كان في زمن ما، هي حصلت الآن. نحن لا نشك في أن الحداثة لها كينونتها الخاصة في واقعنا المعاش، ولها روادها ولها مريدوها ولها متبنوها ولها معارضوها. ليس الأمر يعني مختصرا على الرضا، بل هناك من يريد الحداثة وهناك من يرفض الحداثة. وطبعا هسه الرافض والقبول هذا كله كما يقال نسبي، ليس الأمر يعني مطلق، ليس هناك رفض للحداثة على أطلاقها ولا هناك معارضة للحداثة على لا أطلاقها، يعني لا القبول قبول مطلق ولا الرفض رفض مطلق. ولذلك نحن عندما نتحدث عنها باعتبارها نظرية كما يشير هو في الصفحة 11 إلى أنها نظرية، إذا أردنا أن نشير إلى أنها نظرية ويجب أن نعرف معالم هذه النظرية، معنى هذه النظرية، لأنها النظرية كلمة تمكن تنطبق على أي شيء. فإذا فهمنا هذه النظرية التي عبر عنها بأنها نظرية فلسفية، إذا علمنا حدود معناها عند ذلك يمكن لنا أن نتخذ موقفا سليما مثلا منها باعتبار أننا نتبناها بما لها من جانب إيجابي، أو نعارضها بما لها من جانب يعني سلبي. الآن نحن بصدد
يعني بصدد الحديث عنها على أنها أمر حاصل، ولكن المؤسس كتب على أنها هي نظرية فلسفية. في الحقيقة الفلسفة عندما يقال بأن هناك شيء أو نظرية فلسفية، هذه الأمور يجب أن تؤخذ بمصطلحها. يعني نحن عندما نتحدث عن الفلسفة في الجانب يعني الإسلامي أو في هذا في الميدان الإسلامي، هذا الميدان هو ميدان بيان اصطلاح، ليس ميدان مجرد كلمات تطلق هنا وتطلق هنا. فإذا قيل عن شيء بأن منهجه منهج فلسفي، فلا بد أن يكون فعلا له توافق مع المنهج الفلسفي. وإذا قيل عن شيء بأنه هو نظرية فلسفية، فيجب أن يتخذ يعني طريقا واضحا في كونه فعلا طريقة فلسفية أو نظرية فلسفية. وأما إذا قيل بأنه هو فكر فلسفي أو منهج فلسفي أو آلية فلسفية أو نظرية فلسفية ولم نجد لها ما يؤيد ذلك، فعلينا أن نؤشر. إما أن نؤشر باعتبار أن الاصطلاح الإسلامي في قضية الفلسفة لا يتوافق مع مثل هذا الإطلاق، أو نتوافق أو نعترض باعتبار أن إطلاق العبارة ليس مقبولة، لأننا قد لا نفهم من النظرية الفلسفية شيئا لا يرتبط بعالم الوجود، لأننا نفهم أن الفلسفة هي كما يقول الأكاديميون مثلا بأنها دراسة الوجود، دراسة لا تعتمد على إيمان مسبق، أو كما يقول مثلا الإسلاميون هي يعني الوجود، دراسة الوجود أو موضوعها الموجود من حيث هو. فإذا كانت هذه القضية التي يقع الحديث عنها هي أمور لا ترتبط بهذا الجانب، فوصفها بكونها فلسفية قد يوقف عنده بتأمل واضح. فإذا كنا بصدد تصحيح مثل هذه الإطلاقات، فعلينا أن نرجع إلى مصطلحات هؤلاء الذين يتحدثون عن هذه القضية، لأن الفلسفة في الوقت الحاضر قد أخذت جانبا يمكن أن يصل إلى حد مثلا وصف بعض التوجهات الفكرية بأنها توجهات فلسفية، من قبيل مثلا المدارس مثلا البنيوية مثلا أو التفكيكية وما بعد البنيوية وغير ذلك من المدارس، اللي هي لعله الآن ربما لا يرتبط البحث فيها بالأمور بالموجودات من حيث هي، بل قد يرتبط ماذا بعضها بالألفاظ والبعضها مثلا بالإنسان من حيث هو والبعض وغير ذلك من الأمور، وبعضها بتركيبات الألفاظ، لكنه بالنتيجة أصبح المصطلح ماذا؟ أصبح المصطلح فضفاضا، أصبح المصطلح فيه كثير من من الهلامية، كثير من من الفضفضة، يعني أصبح المصطلح واسعا كما كان سابقا فيما تقدم. يعني كما سيأتي إن شاء الله في دروس الفلسفية نبين ذلك، أنه المصطلح القديم للفلسفة لم يكن يتعرض فقط للموجود من حيث، بل كان يشمل حتى العلوم الإنسانية والبشرية، القانون والتاريخ وكل ذلك كان يدخل. ولذلك بعد ذلك عندما تطورت العلوم انفصلت كل واحد منها يعني أصبح علم القانون شيء وعلم الرياضيات شيء، مع أنه في السابق كانت تطلق الفلسفة ويراد منها ماذا؟ الشامل لمثل هذه العلوم أيضا. وبالنتيجة فنحن عندما نتحدث مع المصنف أو مع الكاتب حول هذه القضية، نريد منه أن نفهم أنه عندما يقول بأن الحداثة نظرية فلسفية، ما مقصودك بالنظرية الفلسفية؟ هل النظرية الفلسفية باعتبار المصطلح الذي يفهمه الإنسان من الفلسفة التي هي التي موضوعها هو الوجود أو الموجود من حيث هو أو الوجود من حيث هو، أو لا تفهم من الفلسفة ومن إطلاقك لوصف الفلسفة أو النظرية الفلسفية هذا المصطلح الحديث التي أصبحت الفلسفة فيه تطلق ماذا؟ تطلق على الوجودية وتطلق على التفكيكية وتطلق على البنيوية وعلى ما بعد البنيوية، هذه الأمور والرمزية، هذه المشارب المختلفة اللي بعضها يرجع إلى الأدب والبعض المال يرجع إلى الفن والبعض الآخر يرجع إلى يعني إلى اللغة وغير ذلك، مع ذلك يطلق عليه ماذا يطلق. فإذا كان الأمر كذلك فنحن ماذا؟ فنحن يمكن لنا أن نمرر مثل هذه العبارة ونقول ماذا؟ ونقول يعني هذا الأمر يمكن التغافل عنه باعتبار أنه ليس جاريا على المصطلح الذي يعني ارتكز في أذهاننا من أنه عندما تطلق الكلمة ويعبر عنها
بتعبير الفلسفي يعني الجانب الوجودي من هذه الأشياء، ولذلك نحن لا نصل إلى الحد الذي نهتم فيه حتى بالجانب المفهوم من القضايا، لأن له علما خاصا الذي هو علم المنطق يهتم بهذه الأمور المعقولية من حيث هي، ونحن لا نرتبط به من هذا إلا من حيث بعض الأمور التي تعبر يعني تكون ماذا، تكون مقدمات لبعض الجوانب الفكرية أو بعض المطالب الفلسفية. ومن هنا يمكن لنا أن نقبل هذا المصطلح، ويمكن أن نمرر هذا المصطلح باعتبار أن له شاهدا من خلال ما وصل به يعني الحال في الحقيقة، تردي الحال يمكن أن نقول وصل تردي الحال أن يطلق الفيلسوف مثلا على سارتر مثلا وعلى مثلا هايدغر مثلا وعلى كيغارد مثلا وسيمون ديفوا وغيرها من الكتاب الذين هم لا يخرجون عن كونهم أدباء، أدباء كتبوا في بعض الجوانب يعني، وحتى دوستويفسكي بعضهم لقد يعبر عنه بأنه فيلسوف، وذلك يعبر مثلا تولستوي بعضهم يعبر عنه، مع أن هؤلاء ليسوا فلاسفة إنما هم مجرد أدباء، بعضهم قد يعبر عن البرغامي مثلا على أنه مثلا أنه مثلا فيلسوف، وأن هؤلاء مجرد كتاب أدب. نعم هم أخذوا الجانب الاجتماعي من الفكر الإنساني وكتبوا فيه بعض القضايا التي أعجبت البعض، ولكن مؤلفاتهم عندما ترجع إليها تجد بأنها في أكثرها هي قصص وروايات، وليس عندهم كتب يعني فكرية بحتة إلا لعله جان بول سارتر عنده بعض يعني بعض الكتابة. بعد ذلك المصنف أو السيد المؤسس يريد أن يبين على أنه نحن عندما نتحدث عن هذه القضية كأننا نغفل هذا الإرجاع الذي أشار إليه البعض، ونقول بأن هذه نظرية قد حصلت وتكاملت في هذا القرن الذي مر علينا الذي هو القرن يعني العشرين، اللي هو المرحلة التي سبقت منتصف القرن العشرين اللي هو النصف الأول يعبر عنه من القرن الماضي. بعد ذلك تبلورت وأصبحت نظرية يمكن البعض أن يعني يعتبرها فكرا، يعتبرها مدرسة خاصة يعني يمكن أن ينسب إليها أو ينسب نفسه إليها كما هو يعني يعني كما هو واضح. نعم بدايتها لم تكن بهذا العمق كما يشير هو، بعد بدايتها كانت مجرد كلام قد يصل إلى حد كونه يعني كلاما لا قيمة له من ناحية العلمية، ولكنه على كل حال كلام يقال في رد بعض الأوضاع التي تريد يعني كأنه يكون كلاما خرافيا أو كلاما لا واقع له كما هو يعني كما هو يعني معظوم، ولعله هو في جانب الرد على الخرافة، ليس خرافيا في نفسه ولكنه في جانب الرد على الخرافة والخروج عن بعض الجوانب التي كانت تسود تلك المجتمعات في بداية القرن العشرين. كانت يعني المجتمعات تعيش حالة مخاض، هذا المخاض ظهر من خلاله بعض من هذه التوجهات التي ماذا؟ التي يمكن أن يقال بأنها يعني أنتجت مثل هذه المدرسة. نعم هو يريد أن يقول بأنها ليست وليدة لحظة معينة، ولكنها هي مجرد صراع حصل بين بعض التوجهات وبعض الأفكار التي كانت متبنات عند بعض المدارس وعند بعض المؤسسات العلمية ولعلها الدينية أيضا في تلك الأزمنة يعني في بداية القرن العشرين، وأنتجت هذه ما أدى إلى يعني معارضة هذه الأفكار باعتبارها أفكار لا واقع لها، باعتبارها خرافات، باعتبارها كذا، حتى يكون هذا بديلا عنها، وأنتجت هذه القضية مدرسة فكرية أصبحت بعد ذلك قائدة يعني للحياة في يعني في العالم الغربي طبعا، لأنه لن نتحدث عن العالم الشرقي لأنه في ذلك الزمن لم يكن هناك حالة من حالات يعني التبعية في هذا الفكر، لأنه الجانب الشرقي من العالم لم يتأثر بهذا الفكر الذي هو الفكر الحداثوي إلا في أزمنة متأخرة ليس هناك فلذلك يقول هنا بأنه نحن في نظرتنا إلى هذه النظرية لا ننظر إليها على أنها وليدة لحظة، إنما هي مخاض حصل وتمخض عن هذا المخاض هذا الصراع الطويل أن هناك من عارض تلك الأفكار ووجد لنفسه طريقة في طرح الأفكار بطريقة مختلفة عبر عنها بهذا التعبير، وهو تعبير الحداثة الذي هو تعبير كما يقال يعني بما له من الأسباب اللي هو نقدر نعبر عنه مشروع كان في بدايته. نعم هذا مشروع غير مكتمل، نعم مشروع غير مكتمل لأن المشاريع في أول ظهورها أوان ظهورها لا تكون ماذا؟ لا تكون
يعني في درجة عالية من الضبط والدقة وغير ذلك من يعني من الأمور. الآن إحنا ما وصلنا لمعناها، هذا أصلها فقط، بعد ذلك نجي إلى معناها. هسه بعد ذلك نجي إلى معناها. الآن هذا كله في مسألة أصلها، أنه هي من أين أجت، من يعني من أين نشأت، من أين ولد. بعد ذلك نأتي إن شاء الله في يعني في هذا البعد أنه ما هو المقصود منها، هل أن المقصود منها الحداثة بمعنى هذا المعنى المتعارف، أنه عندما يقول شيء حديثون في قبال ماذا؟ شيء قديم مثلا. هسه هذا قد يقول بعضهم يعقول مثلا بأنه عندما أقول حديثون يعني في قبال قديم، والحداثة في قبال القدم وما شابه ذلك. هل هؤلاء كانوا يريدون أن يعني من نظرًا السيد المصنف يعني المؤلف لم لا يقبل بمثل هذا التعبير، يقول هذا أساساً تعبير ساذج، أو كما يعني قد يعبر، أو لعل معناه أنه تعبير ساذج عن هذا، عن فكرة الحداثة بأنه حديث في قبال قديم، بل قد يكون ماذا يعني المعنى المراد هو لا، هو أن هناك فكر كان يقود المجتمع، هذا الفكر كان يفتقر إلى المواكبة للزمن الذي وصلت إليه الإنسانية. هذه المواكبة تحتاج معها الفكر إلى تجديد، هذا التجديد عبر عنه بالحداثة، كأن هناك أصول يجب أن تحكم هذا العالم، وهذه الأصول التي تريد أن تحكم العالم، هذه الأصول كان المفروض أن تتبدأ بما يتلائم مع تلك مع هذه العصور الحاصلة. فإذا كان الأمر كذلك وأردنا أن نبين أنه ترى هذه غير واضحة أو هذه غير يعني نافعة في هذا الزمن، نضع في قبالها شيئا، لأنه بعض الناس الذين قد يكون مسؤول عن مثل هذا الأمر قد لا يقبل بوجود بديل مثلا عن بديل عن هذه القضية، وهي قضية الوضع الحالي. فلذلك وضعت هذه بديلا عن الموجود، باعتبار أن الموجود لا يحقق ما هو مطلوب، الموجود لا يحقق ما هو مطلوب، فإذا لم يكن محقق ما هو مطلوب، إذن فنحن بصدد أن نؤكد على أن هذه القضية وهي قضية الحداثة هي بديل هذا الواضع، لأنها تريد أن تقول لنا بأن هذه الأوضاع التي نعيشها ليست يعني مناسبة لنا، وإنما المناسب لنا هو تطويرها من الحال التي هي عليه إلى حالة جديدة. هذه الحالة الجديدة هي البديل النافع لنا كأشخاص نعيش هذا الزمن، وذلك الفكر الذي كان موجودا في زمن متقدم وربما كان نافعا في زمن ما فيما تقدم ليس نافعا الآن. نحن الآن بصدد ماذا؟ بصدد حاجات جديدة، وبصدد مقتضيات جديدة، مستلزمات جديدة، وهكذا. فلذلك هذا الجديد يستدعي ماذا؟ يستدعي جديدا. هذا الجديد هو هذا الذي نقوله، وهو الحداثة التي قد يعني قد تفسر بعضهم مثلا قد يفسرها بالقضايا الطبيعية، البعض الآخر قد يفسرها بالقضايا الصناعية، البعض الآخر يعني الآن نقول مثلا نحن لسنا بحاجة مثلا إلى الطريقة القديمة مثلا في الزراعة، نحاجة إلى طريقة حديثة في الزراعة، لسنا بحاجة إلى طريقتنا المتقدمة في الصناعة، وهكذا. يجب أن نحدث كل هذه الأدوات لأن الزمن قد تغير، وبتغيره يمكن ماذا؟ وبتغير تتغير هذه الأمور جميعا، وبالتالي يمكن ماذا؟ وبالتالي يمكن لنا أن نقول بأن الحداثة حداثة ترتبط بهذا الجانب يمكن، ويمكن أن ترتبط بجانب آخر، كما سيأتي إن شاء الله بأنه المصنف سيفصل بين الحداثة التي ترتبط بالجانب العلمي وبين الحداثة التي ترتبط بالجانب الفلسفي، لأن الحداثة كما لها جانب علمي يمكن أن يرتبط بالتنمية والاقتصاد والسياسة والزراعة وغير ذلك من الأمور الخارجية، كذلك يمكن أن يرتبط ماذا؟ بأفكار الإنسان التي يعبر عنها بالفلسفة التي هي عبر عنها بالحداثة الفلسفية، وإن كان نجد إن شاء الله يعني أن هناك وقفة جديدة للمصنف على أن لكل واحد من هاتين المصطلحين أسباب للنشوء، فكأن المصنف بعد أن بين أن الحداثة مرتبطة بجانبين مختلفين بين أن لكل جانب من هذين الجانبين المختلفين أسبابا لنشوئه، وأن نشوء الحداثة في الجانب العلمي
ليس بالضرورة مرتبطا في بحدوث يعني بنشوء الحداثة في الجانب الفلسفي، باعتبار أن له مقتضياته في الجانب العملي ومقتضياته في الجانب الفلسفي، وهذا ما سيؤدي إليه حديثه إن شاء الله في يعني الذي سنقف عنده. على كل حال المصنف جعل من الحداثة يعني جعل من الحداثة مشروعا فكريا، يقول هو مشروع فكري يمكن أن يفسر بهذا التفسير، وجعل هذا المعنى الذي هو معنى عرفي معنى ظاهر من العبارة مجرد ماذا؟ مجرد معنى لغوي للحداثة، وقال بأنه هذا أمر لا يمكن أن نتصور بأن الحداثوية يريدون من الحداثة أن تكون هناك حالة حداثة في قبال حالة قدم، لا الأمر ليس كذلك، القضية أوسع من أن يكون لها هذا الجانب يعني الجانب البسيط. فما أدري إذا كنتم تحبون أن نقرأ هذا أو يعني نقرأ لأنه نعم. قال المصنف نشأة الحداثة، مهما يكون القول في نشأة الحداثة وتاريخ ظهورها في الفكر الإنساني حيث اختلف كتاب الحداثة في ذلك، فقد أرجعها المفكر الأمريكي ريتشارد رورتي إلى القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي، بينما أرجعها المفكر الألماني يورغن هابرماس إلى عصر الأنوار. هسه قلنا بأنه هذه القضية يمكن قبولها باعتبار أن نشوء الأمور في أوائل يعني حصولها وأول ظهورها قد تكون له أسبابه الموضوعية في عدم الالتفات إلى ظهورها. نعم بعد ذلك يمكن أن تكون وجودها حاصل ومحقق وواضح المعالم، ولكن أول آمنات وجودها وهذا شواهده حاضرة كما أشرنا إلى ذلك. قال إلى عصر الأنوار يعني القرن الثامن عشر الميلادي، في حين حدد الباحث الأمريكي فريدريك جيمسون تاريخ نشوئها بالنصف الأول من القرن العشرين. بس في الحقيقة يعني المصنف من خلال كلامه يبدو بأنه يميل إلى الرأي الأخير، أنه فعلا النتيجة أنه هي وليدة النصف الأول من القرن العشرين، كما يبين عليه يعني يبين ذلك كلامه فيما سنقرأه بعد ذلك حول هذه القضية، وهو أنه يتبنى الرأي الأخير. قال ولكننا نعتقد أن الحداثة بوصفها نظرية فلسفية كما سنشرح تكاملت وتنامت ونسجت خيوطها طوال هذه الفترة كلها حتى تبلورت في النصف الأول من القرن العشرين. هسه يعني هو يشير أولا هي ليست وليدة اللحظة، ليست وليدة يعني اللحظة العابرة كما يقال، فإذا لم تكن وليدة اللحظة العابرة فنحن ننظر إليها على أنها نظرية متكاملة، هسه نظرية على ليست متكاملة حتى نظرية ننظر إليها على أنها نظرية على أنها مشروع، هذا المشروع تبلور في هذا الزمن فإذا نشوءه في هذا الزمن، هاي مسألة وجوده في لحظة كذا هذا أمر لا يمكن قبوله باعتبار أن الفكر لا يوجد في لحظة ويعني يتبلور، لأن الفكر أساسا في أعم الأغلب لا يخرج ناضجا، إنما يخرج ماذا بدرجات متفاوتة إلى أن يصل إلى درجة النضج كما هو معلوم في كثير يعني من العلوم، عندما بدأت كانت في درجات، وهذا حاصل في العلوم الآن الطب وغيره، عندما تأتي إلى بعض القضايا الطبية في الأزمنة المتقدمة قد يتعجب الإنسان من بعض الأفكار. قال لكننا نعتقد أن الحداثة بوصفها نظرية فلسفية كما نشرح تكاملت وتنامت ونسجت خيوطها طوال هذه الفترة كلها حتى تبلورت في النصف الأول من القرن العشرين باعتبارها مشروعا فكريا ومدرسة فلسفية تمتلك رؤية متكاملة عن الكون والإنسان، في حين كانت البداية لا تمثل أكثر من انطلاقة فكرية وتجاوز للخرافة هنا وهنا، فهي لم تكن وليدة لحظة معينة. هذا يتبين ترى هي لها أصل، لكن هذا كان ما يمثل فتشي، لا نقدر نقول أن في ذلك الزمن كان أكو حداثة فتشي اسمه مشروع فكري، لا نقدر نقول أكو لها بوادر، ولكن كانت كأنها كانت ردود أفعال على حالة الخرافة التي تعيش فيها المجتمعات وما شابه ذلك. قال وإنما تعود إلى مراحل تاريخية عديدة أسهمت في تشكيلها وبلورتها في شكلها الحالي، هذه المراحل التاريخية تحدثنا بأن المشروع الفكري المشروع الثقافي الغربي قبل أن يبلغ ما بلغه مع الحداثة كان جنينا أسهمت مجموعة من العوامل والمسببات المتنوعة في إنضاجه، هذا الأمر الذي هو يرتعيه والذي يؤيده، وما تزال الحداثة في نظر بعض الفلاسفة المعاصرين هي مشروع غير مكتمل. هسه الحقيقة هذا
ينقله عن هذا الكاتب الذي هو أشار إليه اللي هو هوبرماس، هذا اللي أشار إلى هذا. بعد ذلك أشار إلى معنى الحداثة، قال بأن الحداثة في البداية وحينما نريد أن نستعرض الشكل الحداثي فإن علينا أن نحدد معنى المصطلح، لأن كلمة الحداثة كلمة لا بد أن يكون لها معنى خاص، ونحن نأسف أن الخلط في تحديد المعاني المقصودة من المصطلح هو الذي أدى إلى الإرباك الكبير في الرؤية وربما ضياع الحقيقة. إذن ما هو المقصود بالحداثة؟ يقول هل نريد أن نناقش المعنى اللغوي لها للحداثة؟ المعنى اللغوي الحداثة هو الجد في قبال القدم والحداثة، يعني الجد اللي هو يعني الجديد، الجديد في قبال يعني القديم. فنقول حديث في مقابل قديم، حديث لا ما يقتضي، يقول هذا معنى لغوي ولا، وذلك راح اشير الى انه لا يقتضيه، وهم كذلك الحداثوية يقولهم لا يقتضونه. قال وتقول هذه تجربة حديثة بمعنى انها تجربة جديدة، وتقول هذا الفتى حدث السن، اشارة الى صغر السن. لا شك ان هذا المعنى لم يكن هو المنظور للحداثيين ولا منظور لدينا حينما نكتب او نحاضر في نقد الحداثة. أن تكون التجربة أو الفكرة أو المشروع قديما من حيث العمر التاريخي أو جديدا فذلك شيء لا يشكل جوهر الحداثة في المصطلح. العبارة كأنها معزولة عن قبلها، العبارة كأنها معزولة عن القبل، يعني كأنها غير مربوطة بالسابق، يعني كأنها تحتاج إلى رابط حسب الحقيقة. قال وإن كانت الحداثة قد تعتمد أساليب وأفكار وتجارب جديدة لكنها في نفس الوقت لا تهتم بالعنصر الزمني بمقدار ما تهتم بجانب آخر، وهو ما نريد أن نعرفه بالإجابة على سؤال ماذا تعني الحداثة وماذا نقصد بها. لأنه إحنا يقول هسه الجانب الزمني، هذا الزمن ندخليته متى ظهرت كذا، هسه قد يكون هذا ما يشكل في المشكلة، اللي يشكل المشكلة هو المعنى اللي نخرج من عنده. لأنه إحنا لما ننظر للحداثة نجد أنها كأنها كتلة، إلها جانب علمي إلها جانب فلسفي، فلا بد أن نحدد، إما أن نحدد كمعنى مشترك جامع مشترك بين المعنيين، أو نحدد ماذا، أو نحدد كل واحد لها من تحديد خاص به. قال إن علينا أن نميز بين مصطلحين، أحدهما الحداثة العلمية والآخر والحداثة الفلسفية. إن شاء الله يأتي في حديثنا القادم حديث يعني حول هذا المصطلح الجديد الذي أشار إليه وقلنا أشرنا إليه في الدرس، وهو أنه الحداثة العلمية ما هي وما هي يعني من هم الذين تبنوا ذلك، وما هي الحداثة الفلسفية وما هو الموقف من كل ذلك، وما هي يعني وهو موقفنا من كل ذلك، سواء كان ذلك في يعني فيما يتعلق بالجانب الحداثة العلمية أو ما يتعلق بالحداثة الفلسفية. ثم بعد ذلك نأتي إلى عوامل نشوء الحداثة في الجانبين، باعتبار أن لكل جانب من هذين الجانبين ربما يكون هناك حال. بعد ذلك ينتهي المصنف إلى تعريف خاص للحداثة، هذا التعريف المصطلح الحداثوي. بعد ذلك بالنتيجة بالأخير يوصل إلى ذلك، بعد ذلك يأتي إلى بيان الجوانب المرتبطة بالحداثة من جوانب مختلفة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.